تعديوا للتحضير بتاع العجه الفخسيه كما قلت لكم حلوه. اول حاجه هذه البطاطا، البطاطا ماذا بينا نفوروها ما نسطوهاش، على خاطر كي نفوروها فما لي فيتامين بي وسي يقعدوا فيها ما يتنحاوش ما يمشيوش في الماء. البطاطا مفوره كما قلت لكم، نحيوا نبعدوا على العاده نتاع سمطان البطاطا، باش نرفسوها كي بالفرقيطه. كملنا نفسناها بالفرقيطه، باش نتعدي نحطوا شويه ملح، نفى ملح، شويه عصير نتاع قارص، شويه زهر، شويه خميره نتاع جاتو، كيف كيف زاد تحطوا شويه سكر. هذه ياكلوها في صفاقس، في السحور يحضروها للسحور، والا يحضروها ليله العيد. حطوا الكميه نتاع الفرينه نتاع اللي عندكم في الوصفه، وهذوما العظم دوب ما ركضناه بالفرقيطه، ما نركضوهش برشا، دوب ما نركضوه نخلطوهم بالفرقيطه. هذه بالنسبه للعجنه نتاع العجه الحلوه على طريقة صفاقسيه. نخلطوا هذا كل مع بعضه، ما تلم هكا العجينه، خليوها ترتاح مده قريب ساعه هكا، بين نص ساعه وساعه قبل ما نتعداو ونعملوا بها كيف طاير. كيما قلت لكم هذايا بعد ما خمرت بين نص ساعه وساعه، باش نعملوا بها كيف فطاير صغار هكا. بعديك هي تقلاو، نجموا تسربيهم بعديك بالعسل والا بالسكر. ناخذوا هكا منها شويه تبدا خامره هكا العجينه، نحط شويه فرينه. كيما قلت لكم باش نعملوا فطاير مدورين هكا، هذوما يتقلاو يتقلاو من بعديكا كيما قلت لكم سربيهم مع شويه عسل ولا شويه سكر. اما يتقلاو هكاكا هاولا هنا في التقديم حضرتهم لكم بعد ما قليناهم. كيما قلت لكم هاكا حاطين احنا شويه عسل معاهم، يتسربيو هذوما ولا يقدموهم في صفاقس في السحور. العجه الصفاقسيه الحلوه حضرت، هاي حطينا معها شويه عسل.